كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. اليوم الفيديو غير كل أصحابي في الفيديو. شوفوا هم أحسن واحد أحبوا فيهم اسمه باربل. بسكم شوفوا. يلا بحب كتير أنا بحكي معها وبحكي معها. يلا نوريكو باربل. يلا بنا باربل تعال. باربل تعال. واو. يلا طلع عليهم وحييهم. مرحبا أنا اسمي باربل وأنا صديق نشنوش. بحبها كتير 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 كتير. صح نشنوش؟ صح. نشنوش هي اللي سمتني باربل. حذروا ليش؟ لأنه وعيك باربل. واو. يعني بنفسجي عشان هيك أنا سميتك باربل. الاسم كتير حلو يا نشوى. شكرا شكرا شكرا. عفوا. نشنوش انت بتحبيني؟ بتحبيني؟ مهني بوستك بوسة. يا ربي يطلع لك رجلين. انا بدعي لك يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. حبيبتي نشنوش يا رب يطلع لي رجلين يا رب. شايفيني اطفال؟ انا عندي ايد وكمان ايد وبعرف اسقف كمان. سقف يا باربل وريهم. بالألعاب المرة اللي فاتت كانت كانت الأرض كان كل كان في ألعاب وصالون وفي الصالة عزمتهم ما حطتكاش. ما رمتك بين الألعاب وأخدتك وحطتك سنة. أنا بعرف إنه لما أرميك بالألعاب بتزعل. عن جد يا نشنوش؟ عن جد؟ صح أنا بحبش تسبيني لحالي بين الألعاب. صح كلامك. طيب قولي للولاد شو أكتر حاجة بتحبيها في باربل؟ شو بتحبي أكتر حاجة فيا؟ بحب لونك. هاي طاقيتك باربل. طاقيتك حتى هذا باربل وحتى بس هذا باربل. بحبك عشانك طيب وانت تسمع الكلام وتحكي لي حكايات دايما في الليل. طيب انت بدك ترميني؟ لا. بدك تسبيني؟ لا. أنا بحب البنوتة اللي بتحافظ على ألعابها وبترميش ألعابها. هاي أنتي محافظة على كل الألعاب ومحافظة علي أنا كمان. طيب أسألك أسئلة حلوة. شو يعني موز بالانجليزي؟ بنانا. شو يعني برتقال بالانجليزي؟ اورانج. برافو. شو يعني فراولة بالانجليزي؟ ستوبري. ستوبري. برافو. والله انك شاطرة. مين بعلمك الحاجات هذه يا نشنوش؟ باربل. واو. تعال
طيب بدي اياك تعدي للاطفال من الواحد للعشره. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره. أحسنتي، وأنا راح أعطيكي جائزة حلوة، راح أعطيكي فرصة كبيرة. خلاص يا نشنوش، يلا نقول للأطفال باي. إذا عجبكم باربل عملنا لايك وشاركوا سبسكرايب، ولا تنسوا اضغطوا على زر الجرس عشان يسجلوا كل جديد. اضغطوا على الجرس عشان يسجلوا كل جديد. يلا باي باي. يلا اعمل لهم باي باي. بص